الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلنا آمن وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إنما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الله أكبر.
منكم. شكرا. كم حاجة حسنا حضرتك صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أولاد حاجة اسمعوا أنت صباح الخير بعد النسبة والتربيس ينفع. السلام عليكم. حاجة طارق صباح الخير في البيت. الشيخ علي يلا صدر لي مسلم تعبيرا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الخلق فأحصاهم عددا ورزق العباد فلم ينس منهم أحدا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها قامت السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض. هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام. وأشهد أن السيد والقائد والرائد والمعلم والمؤدب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام. صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وأصحابك، وعلى أزواجك أمهات المؤمنين، وعلى من صار على الهدي والنهج إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة خير الأنام، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ ولا نمل من الحديث عن الوطن، فلا وزن ولا قيمة لنا إلا في وطننا، لا وزن ولا قيمة لنا إلا بوطننا.
ففيه أولادنا وآباؤنا وأمهاتنا ومدارسنا ومعاهدنا وأشغالنا. الوطن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حبه دين، وأن الانتماء إليه شرف، وأن الدفاع عنه شجاعة. فيوم أن أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إخراجا، وقف صلى الله عليه وسلم على أعتاب مكة يودعها، يودع أرضها وسماءها، يودع جبالها وشمسها وقمرها، يودع صلى الله عليه وسلم كعبتها وزمزمها، ويقول لها: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ويمضي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد سنوات يعود ظافرا منتصرا ليفتح مكة المكرمة، معه 10,000 سيف تتوهج فوق ربى مكة، عز ما بعده عز. فإذا بأحد قادة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم يوم الملحمة، أي يوم قتال ويوم عنف ويوم دماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فيقول له: لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم بر ووفاء، لا عنف لا دماء لا تخريب. بل قال صلى الله عليه وسلم لمن ناصبوه العداء بعد أن وقفوا صاغرين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: اذهبوا فأنتم طلقاء. الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ لشرف الأوطان أقسم الله بها في القرآن الكريم، فأقسم بأوطان الأنبياء، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أجمع أهل التفاسير على أن التين هي بلد سيدنا إبراهيم، هي وطن الخليل، والزيتون إشارة إلى وطن سيدنا عيسى، وطور سينين إشارة إلى وطن سيدنا موسى، والبلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة، وطن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ وما بالكم إذا كان الوطن هو مصر؟ مصر، مصر الغالية، مصر العاتية، مصر صخرة الإسلام العاتية. إذا ذكرت مصر ذكرت الكعبة، إذا ذكرت مصر ذكر البيت الحرام. ففي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عامله في مصر أن يصنع كسوة الكعبة المشرفة، أن يصنع كسوة الكعبة المشرفة، وظلت تصنع في مصر إلى قرابة 100 سنة. إذا ذكرت مصر ذكرت أمنا هاجر، المرأة المصرية الأصيلة، زوجة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، وأم سيدنا إسماعيل جد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت مصر ذكرت ماريا القبطية، المرأة القبطية الأصيلة، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم ابنه إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، فهم أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصهار نبينا صلى الله عليه وسلم. مصر أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكرت مصر
ذكرت خزائن الأرض بشهادة رب العالمين، كما قال أو كما حكى عن سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا ذكرت مصر ذكر الأمن والأمان بشهادة رب العالمين: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالواجب علينا جميعا أن نحافظ على بلدنا، أن نحافظ على بلدنا، أن نقف جميعا صفا واحدا أمام جهلاء الداخل وأعداء الخارج، وأن نسلم الأمر لصاحب الأمر، وأن نعلم جميعا أننا نعيش في دنيا جبلت على كدر، على تعب، دنيا متقلبة، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أقبلت أدبرت، دنيا لم يسلم منها حتى الأنبياء، الأنبياء الكرام أحباب رب العالمين لم يسلموا من هذه الدنيا. سيدنا إبراهيم الخليل رموه في النار وهو خليل الرحمن، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حاصروه في الشعب 3 أعوام لا طعام ولا شراب، بل كان صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يأكلون ورق الأشجار، ثم حاصروه في الغار، ثم حاصروه في الغار. لم يسلم من الدنيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخلل اليأس إلى قلوبهم يا رسول الله، يشكون حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله فلان يعذب وفلان يسحق وفلان يسحل، ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ دنيا متقلبة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل الأمل إلى قلوبهم، فيقول صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق من ربه: والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر. فبعد الجوع شبع، وبعد العطش ري، وبعد العسر يسر، وبعد الشدة شد إلى الله، وبعد الفقر غنى. لكن حافظوا على أوطانكم وسلموا الأمر لله رب العالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك وأصحابك، وعلى من صار على الهدي والنهج إلى يوم الدين، أما بعد. فقد سلموا الأمر لله رب العالمين، فقد سلموا الأمر لله رب العالمين، واعلموا أن الذي يدبر الأمر هو الله. سأل أحدهم شيخه فقال له: كيف يدبر الله الأمر؟ كيف يدبر الله الأمر؟ تدابير الأمور ليست بيد البشر، أرزاق العباد ليست بيد البشر، تقلبات الدنيا ليست بيد البشر، كيف يدبر الله الأمر؟ فقال له شيخه: ليس شأنك، ليس شأنك أن تسأل كيف يدبر الله الأمر، يا دي شغلتك، ليس شأنك، وإنما شأنك أن تؤمن بأن الله هو الذي يدبر الأمر.
أن تؤمن بأن الله هو الرزاق، أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، أن تؤمن بأن الله هو الذي يفرج الهموم، أن تؤمن بأن الله هو الذي يقبض ويبسط، بأن الله هو الذي يعز ويذل، بأن الله هو الذي يغني ويفقر، بأن الكون كله في يد من؟ في يد الله رب العالمين. والله لو اصطلحنا مع الله لغير الله حالنا من حال إلى حال. قانون رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل حسبنا أنفسنا على صلاتنا مع الله رب العالمين، على ذكرنا، على شكرنا، على عبادتنا، على صلتنا بالله رب العالمين، على حسن ظننا بالله رب العالمين؟ لو عندنا يقين حقيقي في الله رب العالمين لآمنا بأن الذي يغير الأحوال هو الله. أما تقلبات الدنيا فليست بيد أحد، ليست بيد أحد. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين تأمل فيهما تفرح، تأمل فيهما تفرح. لكن حافظوا على أوطانكم، لا للتخريب، لا للدعوات الهدامة، لا لتخريب مصر، لا للدعوات الهدامة في مصر. مصر أم الدنيا، مصر أم العروبة والإسلام. نسأل الله أن يحفظها من كيد الكائدين، نسأل الله أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين، ومن حقد الحاقدين. اللهم من أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره، اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل تدبيره تدميره. اللهم اكفها شر الأشرار، اللهم اكف مصرنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. اجعلها يا رب آمنة مستقرة، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله يكرمك، الحفظ سيدنا ينفع صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.